مرحبا بقناة دجلة الفضائية اللي دائما سباقة بنقل الحدث الثقافي والفني والتراثي في كل العراق وليس فقط في هولير أو أربيل. اليوم عملي بعنوان المرأة الشرقية، العمل 180 سنتيم. موضوع العمل أنه المرأة وعطاء المرأة وأيضا الزي الخاص بالمرأة الشرقية اللي هو الشال اللي دائما متميزة به. الجميل بهذا المعرض اليوم أنه نسوي بامتياز، يعني تشوف الأعمال كلها لفنانات عراقيات، البعض مغتربات والبعض الآخر موجود في العراق، وأيضا فنانات من أربيل. هذا المزج باختلاف الأساليب، باختلاف الألوان، باختلاف المواضيع، أنطى قيمة لهذا المعرض. هذا المعرض عد من ضمن المعارض الخاصة والنادرة لكونه يعني يحمل طبع وغاية وتألق جديد، يعني كونه أنه لمجموعة من الفنانات العراقيات، وهذا الطرح عد من الطروحات الأولى لهذا الكم من الفنانات. مستوى الأعمال مبهر حقيقة، يعني بالتقنية، بالأفكار، بكل الأمور. يعني التنظيم كان رائع جدا، ما قدم جامعة جيهان والمركز الثقافي في جامعة جيهان وكل السادة المسؤولين عن هذا المركز الثقافي كان مستوى راقي جدا. التقديم للأعمال بحد ذاتها كانت راقية، أنه تجمع هذا الكم من الفنانات في مثل هذا ملتقى، هذا شيء كبير وصعب بالمناسبة. هناك تفاوت، وهذا من جماليات المعارض.